سامح الخشن، اولا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين الكرام. عايز بالراحه كده نقول للناس ايه الحكايه، احنا لجأنا ليه لهذا الاجراء بالراحه كده لو سمحت؟ ليه كنا ساعه بقينا النهارده ساعتين؟ ليه؟ اولا انا بشكر حضرتك على المقدمه، لان حضرتك يعني حطيت السياق الاشمل يعني لهذا الامر يعني. لكن هنبتدي الاول بالاسباب. يعني اولا طبعا يعني كان هناك توقع بانخفاض درجات الحراره في هذا التوقيت، ولكن للاسف لم يحدث هذا الانخفاض. نعم. يمكن النهارده احنا تعمدنا مع البيان الصادر من مجلس الوزراء ان يبقى فيه توضيح بدرجات الحراره السنه اللي فاتت والمناظر ليها السنه دي. هنعرضها على الشاشه حالا، تبقى معنا، اتفضل. تمام. وايضا في استهلاك الغاز. نعم. يعني يمكن حضرتك استهلاك الزياده في استهلاك الغاز يعني في بعض الايام هذه الايام مقارنه بالايام في العام الماضي يمكن زادت 18%. نعم. تمام. وطبعا الحقيقه انا بتابع برضو يعني شبكات التواصل الاجتماعي وبعض التعليقات على موضوع الحراره. يعني يا جماعه لو احنا بنشوف مساله تغير المناخ، تمام، العالم كله مهتم بهذه الظاهره، ظاهره الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحراره. نعم. احنا جزء من العالم. نعم. كل التفاعلات اللي بتتم في العالم في الوقت الحالي بتهدف الى التعامل مع هذا التحدي عموما يعني. نعم. فمساله درجات الحراره هو امر يعني واقعي وحادث. نعم. وبالتالي هو اثر على الاستهلاك من يعني استهلاك الغاز. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هو ان حصل في اضطراب في توريد كميات غاز كانت بتيجي لمصر من الخارج. نعم. مثل حضرتك ذكرتها اللي هي 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا. دول ما كانوش موجودين خالص اطلاقا. نعم. تمام. العامل الثالث احنا عندنا طيب سعاده المستشار، دول مش موجودين من امتى؟ اللي هو 800 مليون قدم ما بقوش من امتى موجودين؟ يعني انا يعني مش عايز احط الاطار زمني بالظبط. طب اتفضل. من فتره حديثه جدا. يعني فتره يعني 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 فتره يعني يعني لا تتجاوز يعني يعني اسابيع قليله. كويس. تمام. فده مش ده اصبح غير موجود. الجزء الثالث وهو الانخفاض في موارد الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، لأن دي طبعا يعني للإيضاح سواء مصادر الرياح أو الشمس أو الطاقة الكهرومائية. نعم. يعني أنت ما تقدرش تحكمها لأنها بتخضع لي يعني العوامل المناخية والتغير الجو، فأنت ما تقدرش تحدد بالظبط كل وقت هتحصل قد إيه بالظبط من مصادر الطاقة المتجددة. كويس. فدي الثلاث عوامل الرئيسية في اتخاذ هذا القرار بخفض الأحمال. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت خفض الأحمال هو ساعتين في اليوم متواصلين طبقا للجداول السابقة المعلن عنها. يمكن شركة اسكندرية النهاردة يعني أوضحت يعني مثلا الكهرباء بتقطع الساعة 10 عندك من 10 ل 11 يبقى هتقطع من 9 ل 11. ساعتين. وبالتالي المواطن يبقى عنده وضوح كامل عشان يرتب نفسه على مساله خفض. طيب يبقى احنا هنا نوضح انه هم ساعتين في توقيت معروف عشان كل مواطن يبقى عامل حسابه. بالظبط بالظبط. كويس. بالظبط. كويس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الحقيقه يعني انا يعني هستقيها من المقدمه اللي حضرتك قلتها هي مسألة الترشيد. لأن حضرتك عالميا مسألة ترشيد الطاقة ده يعني من ضمن الأهداف اللي الدول بتحطها بشكل رئيسي. نعم. لأن حدثت أزمة طاقة كبيرة جدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. يعني ارتفع يعني سعر برميل البترول النهاردة أعتقد يعني المتوسط يمكن 90 دولار كان قبل كده ب 40 دولار. تمام. يعني وهذه المساله قادت الكثير من الدول انها حتى الدول الاوروبيه النهارده بتفكر ليه في مصادر طاقه بديله. نعم. يعني ويمكن اقول اكثر من هذا، الدول الاوروبيه
في وقت من الأوقات اتجهت إلى خفض استهلاك الطاقة، خفض التدفئة، مش خفض أي حاجة. نعم. بقرار سياسي وليس اقتصادي على فكرة، إن هو كانوا في إطار إن هم عايزين يتخرجوا من الاعتماد على الغاز الروسي. فأحيانا الدول بتضطر إنها تاخد تدبير ما يعني لتحقيق الصالح العام. نعم. ولكن نرجع تاني، مسألة ترشيد الطاقة هو مسألة هامة للغاية، لأن هي بقت أزمة عالمية، أسعار الطاقة هائلة وبتكلف ميزانيات الدول تكلفة هائلة. نعم. ويعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، مع زيادة أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار ومشتقات النفط، لم يتم زيادة الأسعار في مصر على المواطن. الدولة تتحمل تقريبا 75% من فرق التكلفة. يعني من فرق التكلفة الفعلية بالتكلفة اللي بيدفعها المواطن. نعم. فاهم؟ فاحنا بنتكلم، وبالتالي انك ما زودتش رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، لم تلجأ الدولة انها تزود على الناس اطلاقا. لم يحدث هذا على مدار الفترة اللي فاتت. نعم. وهذا يعني غير متبع في دول كثيرة يعني. نعم. الدول عادة بيبقى عندها اطار مرن. نعم. ان هي بترفع السعر بالتوازي مع الاسعار العالميه. نعم. فالدوله تحملت كل الفتره اللي فاتت وما زالت متحمله فرق هذه التكلفه. وبالتالي احنا يعني بنامل من الساده المواطنين ان هم يتفهموا ان هذا تدبير مؤقت ووضع مؤقت، وان شاء الله ينتهي سريعا في مجموعه عوامل خارجه عن ايدين الدوله. يعني تم الاضطرار الى اتخاذ هذا الاجراء. والحقيقه يا استاذ احمد، حضرتك وضحت بشكل كبير يعني السياق العالمي والسياق الاقليمي كمان. يعني انا الحقيقه حابب اقول احنا النهارده في يعني مصر بتمر يعني بمرحله دقيقه للغايه. صحيح. لا توجد، واتحدى ان في دوله في العالم فيها يعني على حدودها حجم التحديات اللي عندنا على حدودها بالكامل الغربيه. نعم. والجنوبيه والشرقيه. نعم. بعيدا عن السياسه، انا ما بتكلمش في السياسه. نعم. انا بتكلم في الاثار الاقتصاديه. النهارده يكون عندك عدم استقرار على في دوله الجوار بتؤثر عليك بشكل غير مباشر، اثرت عليك كمان شويه في السياحه. ده السياحه دي ما فيهاش كلام، لان سياحة بس يا استاذ احمد، انت عند حضرتك النهارده شركات الشحن العالمية. نعم. وشركات التأمين بدأت ترفع درجة المخاطر. في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي بدأ يبقى فيه العمولات زيادة على الشحن وعلى التأمين، وهو كل ده له آثار مباشرة عليه. نعم. انت في منطقة فيها عدم استقرار. وبالتالي ده بينعكس عليك بشكل. نعم. يعني بشكل مباشر وغير مباشر. نعم. طبعا حركه السياحه، نعم حركه السياحه، لان في بدات بعض الدول تصدر تحذيرات من السياحه للدول اللي موجوده في المنطقه. ده بالتاكيد يعني ممكن ياثر عليك. نعم. فيش كلام. نعم. فهناك تاثيرات اقليميه بسبب الوضع، ويمكن يعني ان شاء الله يعني نتمنى ان تكلل جهود مصر يعني بالنجاح في احتواء هذه الازمه في اسرع وقت ممكن، لان هي ليها اثار كثيره ليس فقط سياسية، ويعني ممكن نقعد نتكلم فيها كتير، ولكن أيضا الآثار الاقتصادية يعني. وجاءت بعد أزمة يعني إحنا لسه السودان كانت منذ شهور. نعم. يعني وده بيأثر على تجارة بينية وعلى حركة التجارة، على حركة استيراد وتصدير. نعم. كل هذا له آثار، والحمد لله الدولة كانت قادرة على احتواء كل هذه الآثار خلال المرحلة السابقة. طيب سيادة المستشار، سامح ربما نروح كمان نكمل ما بدأنا